فاروق عوضين عمي. عليك عليك مرني وعمي. روح روح تبدي. تعمي تعال قدها. قديش اشتريتها للمعروكة هاي؟ قرش. روح طريقك روح. ليش عم تبيع على المعروكة بقرش؟ لك ما ترد لسانك اكل القط. ليش عم تبيع على المعروكة بقرش؟ طول بالك. لك قول. لا تلك ايه؟ شو دخلك شلون عم يبيع انت؟ شو دخلك؟ شو دخلني عم بحاتم؟ هذا رح يقطع برزتي. ما حدا بيقطع برزق حدا. ربك هو الرزاق. امنا بالله دخيل اسمه الله ما لنا شيء. بس مو هيك عمي مو هيك. تنكي ست حلاك وين ايه من هون احسن ما يطلع خليها. هلا كلكم اهل حاره الطبع صرتوا علي انا. خلاص ولا تنكي. شو هاي كلكم علي؟ الزلمه ايش من بده ببيع وبد ما بده ببيع. انت ما خصصت بمد. شلون ما خصني؟ شلون ما خصني؟ خصني ونص. لك تنكي عويان عصك ولا؟ ايه عويان عصي لاني على حق. هاي حق قرش. كيف عم توفي معه؟ وطي صوتك ولك. ما رح اوطي صوتي. وطي صوتك عم فهمك. وان ما عجبك لما عزالك ورحال برات الحارة بيع بحارات تانية. فهمت هاي؟ لا سيدي ما فهمت. وبدي بيع هون. هاي الارض منطوبة باسمك. اخرج. الله يوفقك يا معتز. قطعت لي برزتي. كبيت رزق على الارض. ربي يبعث لك داء وعلة وشلة تفرمك فرم ان شاء الله يا حق. ولك تنكي. خلاص ما بدي اقتلي فيك. الدنيا صيام. اخرار اعتز. اتركوا الزلمه ما عمل شيء. شو تفضلت واو يا فندي؟ مثل ما سمعت الزلمه ما عمل شيء وهو على حق. وشو عرفك انه على حق وانت حضرتك هلا لسه جيت على الحاره؟ تركي درويش وعم يسترزق على باب الله وهو على حق. شبك واوي؟ شو صاير لك؟ كبران لي الحشيشه ما. اللهم اني صائم. يا اخي احمل حالك وروح على بيتكم ولا تتحش انفك بشغله مالك فيها. فهمت هاي؟ ليش حتى ما يتحش حاله؟ اه؟ لاني على حق؟ سمعنا. رو عمو رو، رو من هو. هالفوته مالك قدها. وانا اليوم ماني ناوي قلت لي بشي ولا. إلي هالحكي ولا؟ إلي! وقفوا يا رجال على مالكم. خلينا الواوي ورجينا مراجله. بس وينك؟ لا تعصب ليوم يطق لك عرق. لو هلا رح تشوفوا المراجل. إيه عمي؟ إلك؟ ليش في ولد غيرك هون بالحارة؟ ولاد! قولي إيه خطي! واي! صابولا صابولا حيمي. والله لا خلي عواك يوصل لحلب. والله قلت لي واوي حاج تتعصور. حاج فريد بعيد وما تقول لحد يغدر. إلي لا تخرج. شوفي شوفي هجم عطش يا اخي. عمل لي عقيد ولا؟ خلاص ست بوزة. عمل لي عقيد. اصفن عنا. لا فشرت ولا؟ خلاص. شيخي معتز حط السكينة على رقبة الواوي. يا لطيف. شو لواوي؟ تاني مرة لا بقى تحشر أنفك بشغلة مالك فيها. فمك؟ بعد الحكي في حكي؟ قوم حكي. خلاص دير جوا. قوم قوم أنت.
لنا من هون ولا تخليني اشوف خلطك. يلا على بيتك. يلا يا شباب كل واحد على بيته. يلا يا شباب. أسيح تطلب منك لو العمى ضرب كوسي صاحبين مشاكل بحارة ما رح تخلص وتشوف وش عطيت. أهلين أبو جودات. شوفي ما في شيء. أنت شايف شيء؟ كل هذا الشيء ما في شيء. ما في شيء. هدول رجال حارة مش تبعين. هاي جمعة رمضان يا بي. آه كلي جمعة رمضان. لا اقتنعت. حيا العقيد دخيل عينك أنا ما قصرت فيه. لك يقبرني ربك. والله فشيت اللي خلقي. الله وكيلكم يا رجال ما كان بدي مد ايدي عليه. بس شفتوا شلون هو يتطاوى؟ لك يخرب بيته بالحاله صار ينطوط مثل السعدان. اخي هذا جاي والشر بعيونه. والله انا حاسس انه محضر له هو وتنكي. ايه محضرين له اخي بس المهم نخلص من هذا التنكي بقى. والله يا جماعه من الاول قلبي ماله مرتاح له للواوي. لك اكيد في حدا دزه. دخيلك ابو حسن يدزه مين ما يدزه. ليك واكل زومي نتغسل وتمشط فيهم. على راسي ابو جود. حياك ابو كرم. السلام عليكم. سلام. شو فيها يا مضايات؟ ما في شيء يا ابو جودات. صغيره صغيره. زو شرف معي. لوين حدا دخله بلوها؟ لا حدا يحكي. ابو العز شرف عقي شرف عاوزه. انا اللي بشرف. معلش يا شباب ناطرينك عقي. وين كيف استحكمك؟ اه كيف بدك ما عم تركب بعقلي. وفوق منك الاهل الحاره تكتروا عليك. شفتهم بعيوني انا هالوقت تنكي. هو شاف الشباري طلع يتشمع الخيط وهرب. رح رد له يا لا تخاف. رح رد له يا وحياة الميمي. لا رد له يا معلوم لازم ترد له يا لكن شلون؟ يعني ماذا تريد اشتغلته؟ ابو جودة ما بدي وجع لك راسك. القصة فصلت وما لا فكاهة ولا لمازية. ايوه اللي ما لا فكاهة ولا مازية. اي نعم ما لا فكاهة ولا لمازية والقصة فصلت. عزوك بدي اعرف ومنك انت بدك تحكي لي والا تعرفوا للواوي راح اشحطه من شواربه وشو بقول. والله اش كان بدك تشحطه اشحطه. هي شغلتك مو شغلتي يا ابو جودات. بس انا من عندي بقول لك القصة فصلت يعني فصلت. عزوك لا تكون فكر حالك مسنود. اسمع انا بجودة وبتعرفني انا بحبسك. الي رعبتني والله. مش كان تقدر تحبسني شرف حبسني. مش كان بقدر بقدر احبسني. شو يعني مو فارقة معاه؟ لا والله مو فارقة معي. مين اللي دعمه؟ انا مالي غير الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. بس فهمني مين جاب لك العفو؟ والله إذا كان بدك تعرف روح اسأل. يعني روح على السرايا اسأل؟ أنو روح اسأل؟ ليك لقال لك أبو جودات كلمتين ورد غطاهم. الدنيا صيام وأنا طقطقت جوزة حلقي. إيش كان بدك تحبسني شرف احبسني. إذا ما بدك تحبسني خليني اتيسر لأنه القصة هلا فصلت معي. وأنا كمان فصلت. معناتها سلام. الله لا يعطيك العافية على العملي. أنا عقيد؟ أنت؟ ليش أنا شو دخلني شو عملت؟ لك باي من كلامك خلق أساس الفتنة. أنا ما دخلني أساس الفتنة وأساس الفتنة حارة الطبع هن ورا الفتنة كلها. لك شو عملت دخلك؟ لك شو عملت فيه؟ بدك الدغري عقيد والدنيا سياها. أنت شو؟ أهل حارة الطبع عم يحاربوه برزقته لتنكي. لك كيف استمهدتني يا أبو الحكم؟ استمهدتني؟ لك طالع برا. ليش يا عقيد ليش طالع برا؟ طالع برا ما دخلتي. وأنت الثاني طالع برا. روح شو العالم هي؟ بلا شي نفكره. هلا بس مشان هيك اخذك على المخفر؟ انو ايه والله مشان هيك يا عمي ابو حاتم. هذا ابو جودة تحطوه على حكي ورغي ما بتعرفوه يعني. ايه والله مو شاطر غير بالحكي. امشي معي لعند الواوي امشي. وشو اخذوا لعند الواوي؟ مشان يتصالحوا. يتصالحوا؟ شو هالحكي يا عمي ابو حاتم؟ كانه كان في حدا له تلتين الخاطر بالخناقه. ايه يا بي انا اللي تلتين الخاطر وانا خليتها تصير الخناقه مشان يفهم الواوي انه نحن عنا عقيد واحد هو معتز معتزه بس. وهلا بمناسبة شهر رمضان لازم يتصالحوا. وتنكي اتركوه علي انا بدبره. لا عمي ابو حاتم مالي شيء مالي رايل عنده منه. هذا شو بده ياخذني لعنده؟ لك انت شو بتساوي؟ ليش عم تتمشكل مع العالم؟
أهلين يا بي. لك ليش معلق مع هذا الحش نش الواوي؟ أبو عصام الحق مع معتز. إيه يا بي، والحارة كلياتها بتشهد على هالشي. لك أبي حارة كلها تشهد تنعمل. لازم نحط حدنا بكل شغلة نحنا. يا بي طول بالك، هو تمدمد وتطاول الله وكيل. لك هو سطال. وبعدين أنت وأخوك. لعم هسا امبارح وصلنا على الحارة. يا بي القصة مو هي. طول بالك يا بي. خلصنا يا بي. أمرك. تعرف بيته؟ لا أنا بعرف بيته. إيه خلص فلو أنا أبحثي. يلا. شريف. تفضل. تفضل. بيت ملحقنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. أخي أبو عصام، الواوي جاي مشان يصالح معتز ويبوس راسه. نحن كمان جايين نصالحهم مع بعض. أمرك يا أبي بتموت. وهي بوسة من راسها، حقك علينا عمي. يلا واوي. أمرك عمي أبو صافي، أمرك. حبيبنا اللزام. بوسة بالعافية. خلصنا؟ خلصنا يا أبي، ما عم صفي شيء. وأنت واوي صافي يا لبان؟ صافي عمي أبو صافي. صافي. وفطور الصلحة عندي بالبيت بإذن الله. شرفونا يا جماعة. أنت فطر الشباب ونحن الكبارية ما عليك منا. تفضلوا أخي أبو عصام. شرفوا شرفوا شرفوا. تفضلوا شرفوا. يلا تفضلوا. يلا شرف عمي. تفضل عمي شرف.